بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نقدم مع بعض واحد الوصفة اللي عبارة على واحد كيكة التفاح اقتصادية سهلة الحين كتوجد. إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم. إلى عجبتكم أخواتي ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناة باش توجدوا الوصفات. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهاد الكيكة غنحتاجو ليها على بركة الله جوج حبات ديال البيض بحرارة الغرفة، جوج حبات ديال البيض يكونوا كبار. غنحتاجو كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده ولا السكر الخشن، عندي 7 المعالق وهي نورمالمون 7 المعالق سكر 7 زيت، يعني كنمشيو 7 المعالق، وانما انا بغيت نقص شويه الحلاوه درت فقط 5 المعالق ديال السكر، 7 المعالق ديال الزيت او الزبده على حسب الاختيار، انا كنفضل الزيت كيكون شويه خفيف، 7 المعالق ديال الحليب السائل يكون بارد، 7 المعالق ديال الدقيق الفورص، تفاحة كبيرة غادي نحكوها، وعندنا هنايا جوج خمارات من فئة 7 غرام يعني 14 غرام ديال خميرة الحلويات أو البيكنج باودر. هادو هما المكونات تاع الكيك. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. ديما كنقول معلقة كبيرة يعني المعلقة أن كوي غاسوب يعني معلقة تكون كبيرة. بالنسبة لطبيعة الحال الطريقة كيف ما عودتكم فكنخفقو البيض مع السكر. انا هنايا غادي نستعمل قشره ديال الحامضه، سمحوا لي ما وريتهاش في الاول، فانما غادي تضيفوها ولا تنسمو بالفاني يعني اللي بغيتو. انا تعجبني الحامض مع التفاح تيجي له ديال زوين. حاولوا نحكو غير القشره الصفراء فقط. من بعد ما حكينا طبيعة الحال القشرة تاع الحامضة، دابا غادي نحاول على بركة الله نخفق هاد المكونات مزيان. بسم الله. هنا من بعد ما ضربت البيض مع السكر غادي نضيف على بركة الله الزيت. نضيف كذلك الحليب. هنا في الاخر غادي نضيف دوك 7 المعالق بطبيعة الحال اللي عندنا تاع الدقيق مع جوج خمارات. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي دابا الكيك الخليط تاع الكيك راه هو جاهز كيف ما كتلاحظوا هانتوما اخواتي. غادي ناخذ واحد القالب اللي يكون مدهون بالزبده ومرشوم في الطحين وغادي نخوي فيه الخليط ديالنا. كيف قلنا اخواتي انا خديت واحد القالب، بالنسبه هذه المعلقه اللي عبرت بها يعني غير باش الاخواتي يكونوا على يعني عفوا المعلقه باش غادي يعبروا. هنا خديت واحد القالب ديال يعني القطر ديالو 26 سنتيمتر. طبيعة الحال يمكن لكم تستعملوا قالب يعني قطره 24 ماشي مشكل، انا استعملت هذا ديال 26 حيت ما بغيتش تجيني بزاف طالعه، ولكن يمكن لكم كذلك تستعملوا يعني اللي بغيتوا. انا ما بغيتش انا بيني وبينكم ما عنديش الكيكه طالعه بزاف تعجبني الكيكه تكون يعني عاديه ما طالعش بزاف طالعه، واخا الاخوات بعض المرات كاين اللي كتعجبها الكيكه تكون يعني المهم كل واحد والذوق ديالو. غادي نحاول نخوي على الخليط. بسم الله. طبيعة الحال هنا تنحاول نحكو التفاح ديالنا ونوزعو. غادي نوريكم الجهه اللي حكيت بها التفاح، نوريكم في الحكاكه صافي تندخلو. طبيعة الحال زعما تنساوش ديرو واحد شويه ديال الحامض مع التفاح، وكذلك اللي بغى ينسم يزيد واحد شويه ديال القرفه حتى هي كتجي مع التفاح. انا ما المهم الاذواق دير تقدروا ديروا شويه ديال القرفه، تقدروا ديروا واحد الكيس ديال الفاني كذلك حتى هو تينسم التفاح كيعطي واحد المذاق رائع. هنا هذه هي الحكاكه اللي حكيت بها على هذه الجهه. هذه نحاول نزول التفاح باش تشوفوا هذه الجهه الغليظه، هذه اللي حكيت بها التفاح، وتنحكو هكا بالطول يعني ماشي تنديو نضو كنحكو هكا بالطول باش يجينا هكا شرائح. طبيعة الحال بعد ما وزعنا عليها التفاح كيف ما وريتكم غادي ندخلوها للفرن. ما كتاخذش كيف ما قلت واحد الوقت بزاف يعني في الفران، مده واحد 30 حتى 35 دقيقه كتكون موجوده. نشعلوا عليها بحال ديما كيف ما كنقول الفران تاع الضو يكون من الفوق ومن التحت على 170 درجه بلا فرفاره، وبالنسبه اللي عنده الفران تاع الكاس كيشعل عليها فقط لتحت تو كنطلع وكنحمرها شويه من الفوق ديما على 170 درجه. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب باش نشوفوا باش غادي نزينوه. بالنسبه لهذا لاصوص اللي غادي نسقوا بها الكيك ملي غادي نخرجوها من الفرن غتكون عباره على واحد 50 سنتيلتر ديال الماء، جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي اولا سكر كلاص بالنسبه للسكر الناعم يعني بالنسبه للدول العربيه السكر الناعم،
وعندنا عصير ديال نصف حامضه، يعني ما يعادل واحد ربع كوب ديال عصير الحامض. هاد المكونات هادي كلها غادي ناخذوها، غادي نوضعوها في واحد الكاسرول، نحركوها مزيان ونوضعوها على النار حتى كان كتغلى، ومن بعد غادي نسكروا بها الكيك. كيف قلنا نوضعوا جميع المكونات في هكا في الكاسرول، قلنا عصير ديال نصف حامضه، جوج معالق ديال السكر كلاصي، و 50 سنتيلتر ديال الماء. غادي نحاول 5 سنتيلتر، يعني 50 مليلتر ديال الماء، غادي نحاول نحركهم مزيان وغادي نوضعهم فوق النار حتى وكان يغلوا. كتلاحظوا معايا اخواتي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن، فتناخذوا ديك يعني انا عندي هاد يعني هاد السقوه بارده والكيكه سخونه، يعني نحاول واحد فيهم يكون سخون واحد يكون بارد، ونحاولوا اننا نسقوها مزيان وكتزينوها حسب الرغبه، يعني اما تديروا ليها شويه ديال اللوزيفيلي ولا كتخليوها غير هكاك راه مزينه راسها، يعني تتجي لذيذه هذه الكيكه هذه. ان شاء الله اخواتي تجربوها تربطوا عليا الخبر. الكيكه ديالنا اخواتي راه من بعد ما وجد، يعني كتجي واحد الكيكه اللي هي خفيفه وعشيشه ورائعه المذاق بالتفاح. ان شاء الله تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. غادي نحاول كيف ما عودتكم نقطع لكم واحد المورسو منها باش تشوفوها كيف تتجي. بسم الله. كتجي مشربه ومسقيه بهذيك السقوه اللي درنا ليها. غادي نحاول نهزها. بسم الله. هانتوما لاحظوا معايا اخواتي الكيكه كتجي عشيشه عشيشه ومسقيه، يعني بديك السقوه اللي درنا ليها كيف ما كتلاحظوا معايا. ان شاء الله تجربوها كيف ما قلت وتنال اعجابكم. الى عجبتكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات الى حلقه مقبله بحول الله.